والناس مش عايزانا نمشي، يعني الناس عايزانا نكمل وما الى ذلك. رد الفعل انا يهمني اقف عند رد الفعل وتقبل. يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني احنا يعني بس عشان كورونا، لكن لا غير كده احنا كنا بقينا في يعني في اعداد غير طبيعيه. لان المواطن المصري في الريف بيحس ان انت مقدراه رايحاله، فبيحس ان هو زي كده بالظبط اللي بيحصل في حياة كريمة، ان هو ايه احنا رايحين لك، عايز صرف صحي بيتعمل، عايز محطة كهرباء بيتعمل، عايز كذا بيتعمل. فهو برضو اللي بقى مش ممكن ما كانش متخيله الفن وفنانين ومسرحية جاية لي كمان بالظبط. واحنا اللي جاي ان شاء الله ان احنا برضو بتوجيه معالي الوزير ان احنا هيبقى معانا نجوم فنانين نجوم يروحوا، بس يعني ان هو يروح يقدم ديوف. العرض وهم يبقوا سفراء حياة كريمة. هو ده دوره ان هو فكرة عظيمة. بيد... اه بالظبط بيدعم ده طبعا حاصل يعني يعني من خلال البرنامج العظيم بتاع حضرتك. انا حابب اشكر تضافر جهات الدولة، شباب الرياضة من يعني الجهات الداعمة والمشاركة بشكل قوي جدا. دكتور اشرف صبحي بوجه له كل التحية والتقدير، ومدام نجوى صلاح معانا من اول الطريق في الموضوع ده، دكتوره نيفين القباج معانا ان شاء الله بالظبط عشان المسائل اللوجستيه او ما الى ذلك، لان هم حاسين ان احنا بنادي هو دور تكامل. الحمد لله دلوقتي احنا في مرحله كل الوزارات وكل الجهات بتشتغل، مفيش بالزبط. الانانيه او ان انا ابخل او ان انا ما اتعاونش، لا عايزين هدف واحد كلنا نشتغل عليه. تمام. طبعا برضو بوجه التحيه للفنان محمد الشرقاوي اللي بدا معايا من البدايه في عرض عاشقين ترابك، وبعدين ولاد البلد، وقائم هو على كمدير لمسرح المواجهه والتجوال. طيب بما انك ذكرت اسماء برضو بعض العروض، اختيار المحتوى بيتم بناء على ايه؟ يعني برضو قولي احنا رايحين بايه للناس. تمام. هو طبعا احنا البيت الفني للمسرح هو مجمع الفرق المحترفة. تمام. في مصر. من المسرح القومي للمسرح القومي للأطفال لمسرح العرايس لمسرح الحديث للطليعة، احنا 12 فرقة مسرحية. ايوه يا فندم. كل العروض بتاعتنا اللي بتقدم في القاهرة والإسكندرية هي عروض بيتم اختيارها بشكل دقيق جدا، ما بين حرية الإبداع من ناحية، وما بين إحساسنا بدورنا الاجتماعي والوطني على أرض مصر. أي. إحنا بنودي 15 عرض مسرحي، يعني عدد ضخم جدا من العروض. إحنا عندنا عروض كوميدية وعروض اجتماعية وعروض أطفال وعروض مسرح عرايس.